السلام عليكم وتحياتي لكم في هذا المباشر لبرنامجكم تاكتيك على اوريزون تي في. تحياتي لكم واهلا بكم. تتعرفوا تنبداو ديما قبل الماتشات اللي كيكونوا ديال الدوري الاسباني ديال لا ليغا، ماتشات الريال والبارسا تنجيو قبل منهم بساعه باش نتيحوا الفرصه باش الناس تشوف هذا الصراع الشيق اللي كاين بين البارسا والريال. تحياتي لكم واهلا بكم في هذا المباشر. غيكون معنا اليوم كضيف سي عبد العالي العلاوي السليماني اللي هو استاذ مبرز في بطبيعه الحال في ماده التربيه البدنيه ومعد بدني للمنتخب الوطني المغربي، المنتخب الوطني المحلي، فريق الجيش الملكي، الوداد، الرجاء ومجموعه من الانديه ومن اكثر الناس المعروفين في المجال ديالو. علاش نعرفوا هذه القضيه والاعداد اللي كاين دابا؟ اللعب في الحر واش غيساعد ما غيساعدش؟ اشنو غيقدر تعملوا كتدابير؟ كيفاش تقدر تكون ديك روتاسيون يعني تدوير ديال الفريق؟ واش هي منزومه؟ بزاف فرق لعبه على اهداف محدده، واش من المفروض عليها تلعب دوك لي جون ديال بزاف فرق استدعوا لي زيسبوار ديالهم باش يجيو لعندهم يلعبوا معاهم لان غيبداو يلعبوا كل 3 ايام؟ اشنو خصو يدار باش اللي غيكون عنده التعويض بين يومين وثلاث ايام واربع ايام؟ وما الفرق بين اللعب في العشب الاصطناعي والعشب الطبيعي في هذه الوقيته ديال الحراره ولو مع 6 و8 و10؟ ولكن واش الدوزيام ديفيزيون عندهم هذه القضيه هذه ومع 6 كذلك حتى البريمير ديفيزيون بعض المناطق الحاره؟ ثم هذه الاشياء الاسئله قدر نسولوها بطبيعه الحال. وسؤالي لكم كلكم اللي كتبعونا اللي غيكون في الجزء الثاني وغادي ناخذوا فيه وغادي نفتحوا الخط 06 662 52 82 مع الاخوان وتا 0666 نفتحوا فيه الخط بطبيعه الحال، غنحاول ناخذ مكالمات هكذا وهكذا. شنو رايكم في هذا الاحتقان اللي واقع حاليا بالجماهير خاصه جماهير الدار البيضاء؟ اخيرا شفنا واحد البلاغ خاص بالترا مستنده لفريق الرجاء الرياضي، كانوا فيه بعض الكلمات اللي شويه خاصها تفسير، خاصها تفسير. انا خويا ما كنتفاداش شي وسام، مابقاش معايا واش كثر مني جواب سي وسام قبل شغله وانا قبل شغلي وكلهم ما عرفتش بالضبط شنو كي سي وسام كيجي معانا مشكور كضيف وكان واحد القيته محلي كما انا كتمشي معاه كضيف وفي البرامج ديالو لما كان في تيلي ماروك لا في قناه الرياضيه لا شوف تي في لا من بعد ملي دار في الصفحه ديالو كان في الاستوديو جيت عنده فقط ما عرفتش موضوع بسيط جدا السي انس وانا اجابه سي اسامه صديق واخ وسيبقى صديق واخ الى نهايه حياه محمد امين فقط السي انس. دونك درتي لنا وتفادى الاجابه موضوع عادي جدا ما سي اسامه مقابل شغله الله يسهل عليه وندعو الله انه يكون بخير وعلى خير هذا هو اللي كاين السي انس فقط ما زعما قضيه بسيطه جدا. خويا ما عرفتش انا بالضبط علاش ما خدامش عندك تما في بي سي لايف، ما عنديش بها دخل هذه المساله هذه وما عنديش فيها خبره تقنيه. دونك باش نكون معك واضح يا اخي، هذا الاحتقان اللي كاين حاليا واللي وصل لدرجات صعبه جدا جدا جدا، يعني الموضوع ولا صعيب شويه وموضوع راه متشعب وبزاف الناس كيبان ليها سهل، وداك النهار ادويت فيه لا داعي ان باش نكرر الكلمات، ولكن ما حد بزاف القرارات كتعطل والإشاعة كتكبر منها قرار ديال الدفاع الجديد والرجاء اللي ما عرفتش انا بالضبط علاش كيتاخر وعلاش خصنا نتسناو حتى الدوره 22 باش نعرفوا القرار. سؤال عادي جدا، علاش خصنا نتسناو حتى الدوره 22 باش نعرفوا القرار؟ ما عرفتش انا بغيت ندير واحد اللوجيك واحد لقيتوش بغيت ندير شويه ديال المنطق ما بغاش يبان هذاك شويه ديال المنطق اللي عندي في راسي. علاش حتى الدوره 22؟ شنو اللي غيتغير بين اليوم والدوره 22؟ يعني واش هما يلا من غير الا يلا غادي تجمعوا اللجنه في هاد الايام اللي حنا في جويه، الا كانوا عاد يتجمعوا في هاد الايام هذه حاجه اخرى. انا كنسول الجمهور السي محمد مولاي العلاوي و لا خويا السي منعب المقدم ما قالش كتبعوا وما قالش كني كتبوا على قضيه راديس انت تعصب واش شغل يكتب على قضيه راديس شنو بغى؟ هو عنده معطيات كاعلامي وصحفي وعنده موقف وباغي يدافع الوداد في قضيه راديس تمام، ماشي بحقك تقول لي لا انا عصبتيني
ولاش بغيتي ولاش معصب؟ الا هو كتبها اسمح لي بكل صراحه، انا ما فهمتش القضيه. هو يقول لي بغاه، ولكن الناس اخرين قالوا خلاف ذلك. علاش ما عجبوك دوك الناس وتعصبتي؟ ما عرفتش، انت تجيني مساله ما عندها تمعنى. علاش كتبتي بان الوداد عندنا الحق قضيه رادس؟ هذا وليتي تعصب؟ ما عرفتش انا، ما اسمح لي ما زعما حتى انا بغيت نسولك بالمنطق يا اخي. على ورا انا غنعاود نقول لك انا بجميع اللغات، من اكبر المباريات اللي شفت فيها ظلم في حياتي اللي شفت في راديس وفي الرباط. غريب ما وقع. الا كنت انسان عادي دابا خلي قانون، واش الوداد اللي كان خصهم يوقفوا ولا ما يوقفوش؟ عادي، انا معاك في نقاش منطقي. واش الوداد كان خصهم يوقفوا الماتش؟ انا بالنسبه ليا كرأي ديالي الشخصي لا، كان ممكن الوداد لان كانت احسن وافضل. ولكن واش كنت انا وياك كمسيرين الوداد او لاعبين؟ اللهم هذا منكر. بين الرباط بينالتي بقى فيه الاربيط 4 دقائق، هدف طرد لاعب، راه انسان راه تيولي عاوتاني تي راه دماغه ما تيبقاش مركز، راه دماغه ما تيبقاش مركز. باش نقول لك الماتش ما فيهش ظلم، من اكثر المباريات اللي شاهد فيها ظلم هو هذاك اللقاء، ولقاء اللي كانت في تشيلسي مظلومه مع البارسا، وراه الماتش راه باقي كاين، وهاد ومباريات بعض المباريات اخرى بافريقيا. غريب. ولقاء ديال نهضه بركان والرجاء، واللي الحكم الكاميروني دار شي حوايج باقي قانون كره القدم باقي ما اخترعهمش، ديال لعاب حيد لعاب توني وما عطاه والو. يعني داك التوني كيفاش تحيد؟ كيفاش لعاب بلا توني؟ انا حيدت الهدف والبينانتي، انا سيدي ما دويتش على هذوك، يفسر لي قانونيا اشنو هي اللقطه ديال التوني ديال بانون. جبر الخواطر خي امين. يوسف امغار يقول سبب هو رئيس عصبه اللي هو رئيس الوداد بسبب الزواج المهم وبسبب الحرب اللي كيدير على الرجاء، والسيد ما مرشوطاش للرجاء. هذا في المخيله دابا، انت فاهمه. غنعاود نقول لك انا ما تنقولش راك، انا غنقول لك واحد الكلمه تنامن بها. ملي كان سعيد حسبان رئيس الرجاء اللي ما تيبغوش رجاويين، وكانوا رجاويين معاه، ما الرجاء كانت غدير لقب، ما دار لا حتى شي واحد شي حاجه. مشى الجمهور الدار في مراكش، والمدرب ما دخلش اللعابه مع 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 خوري بقاو الكوكب، خسروا وتعادلوا. ملي لعبوا المواجهه المباشره مع الوداد خسروا، ولو بديك الخساره لو كانوا هما خداو 6 نقاط مع دي كان ديما غيكون عندهم الفرص باش يكونوا في المستوى العالي. وذاك النهار مشات لهم حتى المركز الثالث، مشى لهم كان الدفاع سنه في المركز الثاني، ومع ذلك رجع الفريق افريقيا مثلا. لما عندي فكره عندك، لان بالنسبه لك وانا اتفق، وانا كنعاود نقول الرجاء والوداد ما خصهمش يكونوا في مراكز القرار نهائيا. وافضل النموذج الفرنسي اللي فيه انسان بعيد على كره القدم كيكون كفاءه، ويجي ويسير هذا الجهاز باش نحيدوا هذا الاحتقان. انما القانون حاليا تيقول اننا خصنا رئيس فريق. علاش في المرحله الثانيه رئيس العصبه اللي كانت رئاسه العصبه انتخابات ما تقدم حتى واحد؟ واش سعيد ناصر يحبسهم؟ سؤال. علاش ما تقدم حتى واحد؟ علاش حتى واحد ما صوب لائحه؟ وجا وقال لك سيدي انا غندير لائحه، وعندي مشروع، وعندي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا. سؤال. دابا انا ما تنقولك لا العصبه زوينه لا خايبه، دابا تندوي على هذه القضيه هذه. بالنسبه لهذا الاراء ديال اقسام الاعتقاد وتطبيق جميع القانون على الجميع الا الرجاء، القرار حتى لدور 22 يشوفوا نتائج المقابلات ديال الرجاء المؤجله، ما اظن انهم كيفكروا بهذه القضيه. انس خاسم الاحتقان هي ازدواج المنشطه في استعمال قانون الاستفزاز المقصود من العصبه الاحترافيه دون اغفال بعض الصحفيين التافهين او التفهاء الذين يروجون لاسلوب حوار سلبي ويزرعون الفتن. هادو الاراء ديال الاخوان تنحاول نقرا لهم. ماكس خصنا سيري يمشي واوزان يرجع، حيت اوزان مسكين انسان دوز حقه في التسيير، راه بعيد باقي في الرجاء كحكيم فقط من الحكماء اللي كاينين داخل فريق الرجاء الرياضي. لا شوف انا ما تنقولش بلي ناصر دابا ملي كيجلس كرئيس الوداد غيبغي الرجاء تربح ودي هذا، الا غيكون ماشي طبيعي. وكذلك الزيات، الا كان زياد تيبغي الوداد دير الالقاب ودي هذه، ما يكونش كيفكر مزيان، لان اوتوماتيكمون ملي غتالق الوداد راه غيكون عنده المشاكل هذه ما تندهوش فيها. ولكن واش سبب بان الرجاء خسرت او تعادلت ماتش راه شخص اخر؟ اسمح لي اعتذر،
راه غنعاود نقول لك، رجع علاش ما بغيتيش اعطيني جواب؟ واش اللي قلت لك على العام اللي كان فيه حسبان رئيس كذوب؟ واش ما قلته؟ العام اللي ما كانش فيه فلوس، كل شيء مضارب، معارضه داخليه، تمن الناس اللي كانوا معاه ما كانوش باغينه، تمن اللاعبين كانوا دايرين لي اضرابات، تمن المدرب وقع له معاه مشكل، وكنعرفوا الحوار الشهير وانك بقادات ميدي ان، راه باقي كاين الحوار. ما ماشي ما نديرش راسي ما عارف والو ولا اتهرب، نعطيكم انا تبغي نعيش في المنطق، ما تبغيش نعيش في حاجه غير المنطق، تبغي نعيش في المنطق. كنعاود نقول لك محمد امين حامد يرى بان العصبه الاحترافيه والجامعه الملكيه خاص يكونوا فيها اشخاص لا يسيرون الفرق، القانون لا يسمح بذلك. دابا انا ما بقى شحال مره نعاود لكم، خاص القانون يتغير، متفق معكم مليار في المليار، خاص القانون يتغير. عندي سؤال ثاني، لماذا لم يترشح اي مسؤول ودار لائحه ديال النسبه للعصبه الاحترافيه؟ لماذا؟ القانون 21 وكذا، راه غادي نولي كنعاود نفس الهضره، هادشي انا قلته مليار مره، مع بالقشور ومع الضيوف ومع الناس، القانون واش هادي واش هادي واش هادي، كله شنو تيقول؟ حنا فتنا هادشي دابا، دابا خصنا القرار، فتنا النقاش على القرار، نقاش على القرار بقى عنده ثمنه، دابا حنا خصنا القرار. الا بقى كنناقشوا القرار زعما كنولوا بحال غنولي كنضحك عليك اشي مصطفى، يعني كنسمعك شنو بغيتي تسمع. لا سيدي كنحشم سي وعاود الماتش، هذاك الماتش ما عمرني شفت انا شي ظلم بحاله، زعما شنو ما دويت على شي حاجه تتخص شي حاجه شخصيه ديال شي واحد، راه ماتش كره القدم شنو كاين؟ ما فهمتش شنو هي العقليه عند الناس هذا، ما فهمتهاش، ما عرفتش زعما، راه تندوي انا على المباراه، مباراه كانت كارثه في التحكيم، كارثه كارثه كارثة. لا ماشي تنجبد لك حسبان يا اخي يوسف، تنذكرك بواحد الواقع، هذا واقع شفناه مزيان، هذا واقع شفناه، ما قالوا لنا توا. نعطيك مثال اخر، رجاء سالة الثانية، لا سي زيد نيت رئيس، شكون يمنع الرجاء تنتصر مع اولمبيك خريبكا وما تعادلش مع الفتح؟ هي كره داخله كره خارجه، اشياء. ولو انه ملي وقعت شيء في البرمجه اللي ماشي هو هذاك، هنايا درنا ثلاثه الحلقات مع السي محمد المغودي ومع السي اسامه، وقلنا اللهم هذا منكر وهذا الشيء لا يعقل، وانا ذاك عرفتوا بان كان الضحيه هو السي البكاوي اللي مشى، انا ذاك ممكن انا الوحيد السي يوسف اللي قدرت اللي تكلمت على القضيه ديال الظلم للرجاء، ماشي في الماتش ديال جوج جوج، في الماتش ديال الدار البيضاء، وإلا تبعتي هنا مزيان وتكلمت وعاود تكلمت على القضيه كانت الظلم ديال الرجاء في الماتش ديال الدار البيضاء، وقلت بان كان هدف اورجو، هدف غير صحيح، وهدف صحيح للرجاء وهدف اورجو ديال الترجي، وكان شك في بينالتي. فوالا دونك خويا اخي، كاين فرق كبير بين النقاش العقلاني والمحترم وما يعرف بالمصطلح الزنقاوي اسمح لي الرطوبيه، المصطلح الزنقاوي حشومه، نقولوا رطيب انت معنا الاحترام في النقاش شيء، نسولك جاوبني تبقى الطريقه باش نسولك، الا سولت قلت لك علاش فاشل، علاش هذا الفشل بطريقه لينه، وعلاش هذا الفشل، كاين فرق، انا اللي غوت فقط، وبنت لك بان درت خدمتي حيت غوت، يعني حنا شو ولا عندنا؟ ولا عندنا الانسان اللي كيقول راي سديد هو اللي تيغوت، الوغ يمكن لك تسمعني بطريقه اخرى، سمعتي اسئله بطريقه من غير الحوار، من غير الضيف اللي بالك كيتهرب ولا كذاك، الساعه كتدخل تقول سمح لي، راه الناس كتسمعنا وما يمكنش تكذب علينا، مثلا كون واقعي يكون هذا، هذا طريقه الحوار، تكون الانسان بالنسبه لي ضيف هو بحالك،
وبحالنا وبحال كاع الناس، خاصو الاحترام، تنسولو اسئله، تيجاوب ما جاوبش كنقول سمح لي ما جاوبتيناش على هذه، هكذا كيكون طريقه الحوار بالنسبه ليا. من غير كنا في ان بلاطو وعندنا موعد وكنت مثلا انا ضيف ومعاه اون فاس كنناقشوا هذا الموضوع، انا ذاك كيولي حوار اخر فقط. اما احترام الضيف هو مساله اساسيه جدا بالنسبه لاي حوار، وما اظن اني كن من غير انه الا كان شي واحد تيكون داير شي كارثه عظمى ولا شي حاجه بحال هكا. علي نتصلوا بالسي عبد العالي العلوي، ونعاود نقول لك ونعاود نقول بزاف الناس، انا ما دافعت على حد، ما دافعت على حد، وغنعاود نقولها، وكون كنت انا في كرشي العجينه ما نقولش كان العلاقه اللي كنعرف السيد وكيفاش، باش تفهم باش تفهم مزيان، لا ادافع على احد. ملي كنقول لك بان العصمه ما خصش يكون فيها الرجل الوداد، وان العصمه ما خصش يكون فيها واش كندافع على شي واحد، ولكن ملي تنقول لك اودي بالنسبه لي كمنطق ملي كنحس بهاش وقع تندافع، شنو هو الدفاع في هذا الشيء هذا؟ فين هو الدفاع؟ ابري انا كنحاول نجبد المنطق، انا عارف بلي العاطفه ديالك ما غتخليكش تشوف المنطق، فاهمها ولا الومها نهائيا. اخر واحد تيلوم الجمهور وانا ما نكشي لوم الجمهور انه يحب الفريق ديالو، مي غنقول لك ميساج، لا خويا علاش نجي مع العماري مع حد؟ العماري صحفي كيأدي المهمه ديالو، والمخالطين الرجاء يحبون الفريق ويدافعون على الفريق ديالهم فقط. شنو زعما ما شنو شنو ما شنو كيتشارك العماري مع المخالطين الرجاء مثلا منطقيين؟ شنو كيتشاركوا؟ عمري صحفي يدوي كاع الفراقي وعلى كاع المنتخبات وعلى القضيه الرياضيه، ومنخرط الرجاء الذي شان رجاوي محض، خصو يدافع على الفريق ديالو ويكون ناشط في الفريق ديالو ويعطي اراء ويبدي اراء ويجي للجمع العام وهذا ويناقش الماليه ديال الفريق ويوصل اراء الجمهور ويحاول يدير هذا ويدير استفسارات ويكتب كتابات للرئاسه والمكتب المديري، وهذا ما يقع الحمد لله بان الرجاء تشكل استثناء من ناحيه ديال التعامل ديال مؤسسه المنخرط مع اداره الفريق، تشكل استثناء، هناك حوار شفاف بناء ديمقراطي، بعد المرض كيوصل الاختلاف وهذا مطلوب. ما يمكنش تكون رئيس الرجاء بسهوله، ما يمكنش تكون رئيس الرجاء بسهوله، هذا مهم، هذا مهم جدا. لا وجود لفريق يمثل الخير ولا وجود لفريق يمثل الشر، غنعاود نقولها، لا وجود لفريق يمثل الخير ولا وجود لفريق يمثل الشر، كل شيء كيبغي المصالح ديالو وهذا حق، تبقى خص المصالح ما تتجاوزش القانون وما تكونش فيها الطرق الملتويه والتخلويات كما كيسميوه الناس باش نوصل للمصالح ديالي، هنا خص القانون، وخصنا حتى حنا صحفيين نبحثوا في هذا الشيء ونحاولوا نوصلوا الحق لماليه، ولكن واش هذا كيمثل الخير وهذا كيمثل الشر؟ لا، لا وجود لهذا الشيء، ما كاين حتى واحد كيمثل الخير وكيمثل الشر. فوالا. علاش القجع؟ ما اظن بان القجع كيحل ازمات الرجاء، عارفوا تتعاون مع الوداد وتعاون مع الرجاء وتعاون مع الجيش الملكي ومع الفتح الرباط، هادشي اللي عارف، هادشي اللي تنعرف. ابري ما هاد القضيه ديال الرجاء وهادي راه ليس كل ما يكتب في الصفحات الفيسبوكيه هو الحقيقه. فوالا، كنحاول نجاوب على اكبر عدد ممكن من الاسئله، واعتذر للناس اللي ما جاوبتش على الاسئله ديالها، اعتذر، فقط كنحاول نجاوب على اكبر عدد ممكن مع الاخوان اللي كيتبعونا وثقوا بيا. طبعا مثلا اللوم هنا كلنا كنناقشوا، مرحبا باراكم الاخوان، مرحبا بجميع الاشياء اللي محمد الهاشمي تيقول سامي خص مرتزقه السياسه يبعدوا من كره القدم وينتظر الخراب الكره. لا خويا شوف، السياسه جزء من الحياه بصفه عامه، ممكن حنا نصورها بطريقه لا نفهموها، يعني ما تنفرقوش بين السياسه وانسان خيب وزوين. لا يخفى على احد بان دابا حيت واحد الشعارات ما عندها الثمن. عندك مثال، عطيني شي تظاهره عالميه الى وافقت على الى ما وافقت على شي دوله غتدخل لك الدوله، وراه السياسه هذيك، راه الدوله في الوزاره الاولى والاقتصاد والداخليه والعسكر وهذا، وشنو هي هذيك؟ لوجيستيك وما شكون هي؟ راه السياسه هذيك، راه سياسه، غير استغلال الرياضه لمصالح سياسيه، هنا نتفق معاك. نحول الجماهير الى اصوات ونجيو باش نلمعوا صورتنا السياسيه بالرياضه، هنا متفقين، انا وياك متفقين، متفقين 100%. اما واش السياسه كاينه في الرياضه؟ كاينه في العالم باسره، لان اللي كيقول لك شي العكس راه تيكذب. فين ما مشيتي في اي دوله وفي اي تظاهره ولا بالك بان الفيفا لما اخترقاش السياسه، راه حنا تنكذبوا على رؤوسنا ولا تمشيو ما تنشوفوش مزيان. عفوا، الخط مباشره نستقبل
الأستاذ بطبيعة الحال والمعيد البدني لمجموعة الفرق والمنتخبات الوطنية رجاء وداد الجيش الملكي المنتخبات الوطنية، وهو أستاذ مبرز سي عبد العالي العلوي السليماني. أهلا سي عبد العالي. مرحبا سي حميد أمين، ومرحبا بالمتتبعين الكرام ديالك. مرحبا وشكرا أنك معنا. مرحبا، هذاك بليزير. سي عبد العالي، يمكن حنا دزنا من مرحلة واش غترجع إلى كيفاش غترجع، إلى مرحلة التوقف إلى أنها رجعات. القراءة ديك المرحلة كانت فيها 100 وكذا الأيام إلى الرجوع إلى بداية التدريب، كيفاش لاحظتيها وأنت كملاحظ من بعيد، وشنو كنتي كتوقع، واش داكشي اللي كتشوفه حاليا هو اللي كنتي كتوقع وكتسنى؟ هو المرحلة ما كانش مرحلة سهلة، إلا كنتي تتذكر سي حميد أمين، كنا تكلمنا في موضوع في بداية المرحلة، نعم. يعني في لا بروميير بيريود ديال الكونفينمون. فهي ما كانش صراحة، ما كانش مرحلة سهلة، وفي الأخص ما يخص الإعداد البدني، لأن سنشوف إن كان الكولي كان عندهم واحد لا سيتياسيون اللي هي شوية صعيبة، وكانت اكسيبسيونيل، وخاص الواحد كان يتعامل معها هي بطريقة اكسيبسيونيل، لأنه ما عمر وقعت في تاريخ كرة القدم العالمية. وبالتالي كانوا في الأول مشاكل في الأول، واني من بعد كونفيرمو ملي ولات تبرولونجا، بحال الإنسان اعتاد على طريقة العمل اللي خصها دار مثلا في هذيك لا بيريود دو كونفينمو. كوكو سي 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 ان بو ديفيسيل، ما غنعرفو، وكان الناس تأثرات، واني ملي تعلمنا لادات فتحس بحال كان واحد اوف دو سولاجمون، او موان عرفنا واحد لادات اكزاكت من فين غادي نبداو. عندنا المده ديال التحضير بعد الكونفينمو، وهنا بغيت ترجع، لان تنسمع ديما بان 3 شهور كنا جالسين، 3 شهور ما درناش، 3 شهور ما هذا الفرق. لكن هو ما كناش جالسين، كنا خدامين، غير كانت عندنا مونك دو كومبيتيسيون اللي هي حتى هي عندها تاثير كبير، باش انك بور لا ريبريز باغ لا سويت. لا بروف هنا الدليل في هذه القضيه، اذا جاتني اصداء بان جوست ابري ملي بدات التدريب، دابا غتبدا التدريب الجماعيه، كانوا سيغتان كوليك اللي داروا دي تيست. التيست اللي عطاو مثلا، الا خدينا كل شيء تيتكلم دابا الان على البي ام، خدينا تيست بي ام، كان عندهم دي ريتور كانوا بوزيتيف. يعني كنت نسمع هنا، راه سمعت حتى 20 21 الو كل موين نيفو بروفيسيونيل، يعني واحد عندك واحد 18 كيلومتر بارور كي كوريسبوند واحد 60 لتر ملي لتر كل جرام بار مينوت ديال فيدامك. يعني هادو مؤشرات تكون ايجابيه. الان من مورا ما غادي يبداو المباريات، نشوفوا شنو المعطى ديال يعني الاصداء اللي عندك المرحلة. بانها ايجابيه ديال لي تيست اللي داروا بالنسبه للاعبين. كان لي تيست اللي داروا سورتو تي تي دو في، ما باسكو سمعت انا في كاين اللي عنده 19 20 و 30 حتى 21، لو موين بور ان جو بروفيسيونيل سي 17.5 18 19. دونك مزيان، هذا مؤشر ايجابي على حساب الناس اللي دارت لي تيست وعطات هاد لي شيفر هذا. فهمتيني سي محمد، هذا تيبقى غير واحد اسبي، هذا غير تيست دو في، ما كاين دوطر تيست اللي كانوا داروا. المهم كاين المؤشرات اللي حنا سمعناها، كان الناس اللي داروا تدخلات وهذا، بان كان الاصداء ايجابي. دابا غادي نشوفوا مثلا من غادي ندوزوا للمباريات، غادي يبان التاثير ديال هذا الشيء. هو مرحله اللي ما كانش صراحه ما كانش سهله، وطولات، وكان عندها الاثر. انا المشكل كثير عندي هو الاثر النفسي، غادي تخلي اثر نفسيه، والاثار النفسيه فهي تتخلي هي تتنعكس على الجانب البدني، لان اي حاجه تاثر على النفسيه الواحد تتنعكس على الجانب البدني وفيس فيرسا. يعني كومون دي اون فرونسي تي سكي جي سور لو كور افيك ليسبري اي فيس فيرسا. هذا هو اللي يمكن لي نقول لك زعما بصفة عامة. هذا كيبرز بانه انسان يعني ما يكونش تخوف، انما ما وقع بان بدوريات ارقى واكثر قوه واكثر دفاع واكثر تحضير للاعبين، وحتى لي مويان ريكوبيراسيون هادو، وداروا فيهم اصابات كثيره. يعني حتى اسبانيا راه كاينه اليوم، مارسيلو سال العام ديالو، بالمانيا كذلك الشيء، بايطاليا تم واحد بداو دور الاصابات، وبانجلترا كاين ناس تصابوا في لونتريمون، اشهرهم اغويرو الى اخره. دونك هذا تيخلي نتخوف شويه. حنا عندنا الحر، عندنا ريجين ماشي هو هذاك اللعابه، عندنا ظروف ما دوزوهاش دوك اللاعبين، رمضان الصهير والناس مع الكونفينمون كانت كتسهر، وعندنا بزاف اللعابه بكل صراحه ما تياكلوا مزيان ما تيعيشوا مزيان، يعني راه الاغلبيه الساحقه. تفضل سي. لا هذا الشيء اللي تقول تنقول لا بريباراسيون فيزيك انفيزيبل، الحاجه اللي ما تنشوفوهاش هي ليجيون دو في كومون ريكوبير، هذيك تتعلق باللعاب نفسه.
هذيك المؤشرات اللي قلت لك انا على حسب الاصداء اللي وصلتني، هذا ما تعنيش بانك غادي تدخل البريمي ماتش غتكون بيرفورمون، غتكون غير من خلال انا جبتها لك علاش هذا الاسبي هذا، حيت تنسمع بان الناس كانوا ما جالسين 3 شهور ما تيديروا والو، هذا كانوا مونك دو كومبيتيسيون، كان عندهم دي بروغرام، دونك هاد لي تيست اللي داروا لي كوليك باغ لا سويت عطاهم اشاره بان هذاك البروغرام اللي كانوا تيعطاو، هذوك البرامج اللي كانوا تيتعطاو اللاعبين اللي يطبقوا كيف ما خصو يدار، راه ساعد نفسه انه باش يرجع لربريز الكومبيتيسيون ما لقاش مشاكل كبيره. وان رغم ذلك راه كاين علاش، لان دابا في لي ديسباسي تنخدم، الا خدينا غير واحد دوز اسبي مثلا رينوفو ديال لي زاكسيليراسيون ديال ديسيليراسيون، هادو راه تي من الناحيه سي علي الصوت ديالك كيهرب، الصوت ديالك كيمشي، تفضل سي علي. اه تسمعني دابا؟ دابا احسن، تفضل. كنقول لك مثلا غير لا سي علي صوتك مشى، صوتك مشى دابا، تفضل سي علي. الو دابا احسن، تفضل. اسمح لي باسكو المهم قلت لك انا الا خدينا غير واحد لاسبي مثلا ديال لاكسيليراسيون ديال ديسيليراسيون تتكون من الناحيه الطاقيه، فتتخلي ان لي مومبر انفيريور يقاس بوكو دينيرجي، وهذا ما كانش باش ديرو مثلا خصك واحد المساحه، هذه ما كانش هذه المساحه عند اللاعبين، بالتالي ملي تيكون الروتور سير لو تيرا il supposerait que maintenant sur une accélération ولا شي حاجه يوقع بروبليم. نعم وهذه كاين دابا حتى فهاد لا ريبريز راه كاين المعد البدني تبارك الله عارفين اش يديروا، اي كونس بعد ان تريتمون بروفيلاكتيك شي ان ترافاي بريفونتيف اللي كيساعد انك ما تصابش، وهذا ما تيمنعش انك ما تكونش عندك لا بلوسور، هذا ما عنده حتى علاقه بالكونفينمون ولا ماشي كونفينمون ولا الاعداد قبل سنه ولا هذا الكونفينمون يمكن تيكون عامل مساعد انك تاخذ تي بوفر دي بلوسور نادوسي بزاف. هذا الا شتي دابا في قلتي دابا ليكزومبل ديال مارسيلو حتى ابخي واحد 3-4 ماتش مثلا، الا خدينا مثلا المانيا لقينا من النهار الاول وقعوا لي بليسور، ما يمكنش ما نقدرش نقول بان كاين 100% كوز دو ليا اي في باغسكو غير خرجنا من الكونفينمون وقع لنا لي بليسور. الدليل هو ان في السؤال ديالك السي امين قلتي بان عندهم لي موان دو ريكيبيراسيون، عندهم كل شيء، عندهم بونيجين دو في مهلين في راسهم. الا خلينا كاع كره القدم ناخذوا مثلا السي امين غير مثلا اذا خدينا عده العاب القوى، الا خدينا سبرينتر مثلا 200 متر عنده كوتش ديالو بوحدو، عنده فيزيولوجي فيزيوثيرابوت ديالو بوحدو، عنده كاين بوحدو، يعني توت ان ايكيب مقابله ان سول بيرسون ودي زاتيت دو نيفو سا نونبيش با تلقى مثلا سيغ 100 متر في الاخر الكلاك ولا توقع له شي تشنج ولا توقع له شي فهمتيني، هذا عنده يعني فيها كاين عوامل كثيره اللي تتداخل هنا. الفتره كانت طويله صحيح، كانوا برامج ديال طراف دونتروتيان يعني باش الترونتيان ديال الكاليتي فيزيك ديال لي جوار سي فري، مي ما كانش كافي سي فري، كان داكشي عن بعد سي فري، ما كانش لا كومبيتيسيون، لان لا كومبيتيسيون هي كلشي، هي اللي تجيب لك لو ريتم، هي اللي تعطيك اون ادابتاسيون، هي كلشي. دابا واش كتوقع يكونوا دي بليسيور عضليه ماشي دي كونتاكت، يعني شي ما عندهاش بلي كونتاكت عادي يكونوا، واش كتوقع بان الايقاع او العوده للمنافسه غادي يكونوا اصابات؟ لان يعني ديجا هاد السنه سجلنا واحد الرقم قياسي للاصابات ديجا بلا كونفيرمو. بلا كانش كونفيرمو كان عندنا اصابات. كانت عندها علاقه ب هذا اصابات؟ لا هذه الاصابات سي حميد امين، حيت دابا حيت تنشوفو كتاب اكثر تنقول تنلقاو تفكير كوزا كومون بريفونيغ لي بلوسيز، زعما كيفاش دير باش ما تطيح في الاصابات. هذه ما كاينش، ما كاينش شي حاجه، واخا هادو راه كانوا دي زارتيكل اللي كانوا تكتبوا وي ميم الا درنا هكا غادي يكون ان بروتوكول اللي غنتبعوه باش ما نطيحوش في الاصابات، يعني ان نديرو ما عمرنا نطيحو في الاصابات. فهذا ما كاينش، يعني دير اللي درتي ممكن تجيك اصابه. لا غير هو واش كنت انت متخوف، يعني التخوف ديالك كانسان مختص من كثر الاصابات اللي عندها علاقه بهذه العوده بهذه الطريقه هذه وفي حراره مفرطه. تفضل. هذا احتمال وارد سي حامد امين، كذب لك كاد يقول لك هذا احتمال وارد، لان كيف قلتي كاين بزاف العوامل، منها من الحراره، منها لو ستريس، منها مثلا كاين الانسان اللي غادي يبدا مباراه اثنين ثلاثه مثلا في الاسبوع، حنا ما معتادينش كيف قلتي انت لا اللاعبين ديالنا ولا لي موان دو ريكوبيراسيون اللي عندنا ما تتخليناش اننا
انشينو 3 ماتش بار سيمين اسكو سي تكون صعيبه زياده على على لي ديبلاسمون اللي تيكونوا زياده على الفرق اللي تتلعب على ثلاثه الواجهات يعني ديبلاس كتكون عنده ديبلاسمون تيجي ابخي دو 3 جو خصو يعاود يلعب مي هذه فتره حساسه وفتره استثنائيه للجميع ماشي غير اللاعب راه اللاعب المدرب الهيئه المشرفه على كره القدم الوزارة الصحة الوزارة الداخلية كلشي كلشي هذه حالة استثنائية احنا خصنا نتعاملوا معها واحد شوية ديال الصبر وشوية بالتعقل باش ندوزوا للبر الامان اما باش تكون عندك ان ريبونس تكون سي حامد امين ديريكت اكذب عليك الا قلت لك ايه غادي ندخل غادي نتبليساو ولا غادي ندخل وما غاديش نتبليساو حتى واحد ما يقدر يتوقع هذا هذا احتمالات داك الشيء اللي زابط الاخوان في الخدمة ديالهم في الترافاي ديالهم il procède parce qu'on a fait un traitement prophylactique اللي تيح يساعدهم انهم ما يطيحوش في البلوسور الا كانت لا روبري. نعم هذا اللي كيدخلنا بهذه القضيه ديال الصيف. عاده التدريب كتبدا في الصيف يعني التدريب ديال الاعداد قبل الموسم عاده كتبدا في الصيف بين جويه وجميع الفرق تقريبا في المغرب هذا الشيء اللي تيديروه انما ما تيبداوش باش يرجعوا في نفس السنه ويكمل الموسم وبهذا العدد المتقارب ديال المباريات واللي غادي يكون يعني اقصى مده ديال الراحه غتكون عند الفريق هي 4 ايام يعني في النهار الرابع يلعب اما الاغلبيه غتلعب في النهار الثالث غيكون عنده يومين يعني سالي المقابله وغد اللي يحيد العيا ومن بعد يترين المقابله ويدخل لوطيل ويمشي يلعب دونك هاد القضيه في الحر وبين واحد الاغلبيه ديال الملاعب اللي هي ملاعب عشب اصطناعي والوقت غيساعد شويه 6 و 8 غتساعد انما في دوزيام ديفيزيون ما غتساعد شيء يعني غادي يلعبوا يا مع الخمسه يا مع الاربعه فلك ان تتخيل في هذيك الوقيته كيفاش تقدر تكون الامور صعبه عليه ايوا تكون الامور شويه صعيبه غادي تكون عوامل مؤثره كيف قلتي درجه الحراره المرتفعه والتيران سانتيتيك وهذا هذا عادي يعني من العوامل اللي غادي تتاثر غير هي كيف قلتي في التحليل ديال الكاسي حميد امين هو هذه ساجي با دون زعما دين بريباراسيون دافونسيز هذه جات حال ومازال بريباراسيون دافونسيز بدا بشويه عليك تي ان تران دو ديفلوبي لي كاليتي ديالك عندك ان بيريود دادابتاسيون طويله عندك بزاف د الحوايج دابا ميم واخا ما يكونش هذا الكونفينمون هذه المرحله هذه الاعداد البدني شنو بلو ريان ديفلوبي فهمتيني من ناحيه ما عندك ما تطور في لي كاليتي فيزيك ديالك انا بوكو بلوس ان طراي دو ماتيير دون طراي دونتروتيان طراي دو ريكيب تي اونطوم لي ماتش باسكو تدخل دابا راك لو ديرني تيير ديال لا كومبيتيسيون نعم فهمتي جات هذيك الفتره اللي طولات شويه افيك بروغرام دابا الناس بحال اون ايت ان تران دو رولونسي ان تيب عاوتاني لا ماشين نعاودو يعني كومون دير يعني نغولونسي لا ماشين ديال هذا كيكون اصعب كيكون اصعب في هاد الظروف بيان سور هذه كون صعيب بيان سور هذه كون صعيب دابا حنا كونبار كو دي كوتي زعما فيزيك راه لو كوتي بسيكولوجيك راه هام في هذه المرحله سي محمد امين راه كاين الناس كي اون ستريسي وكاين كاين عاوتاني الناس كي سكون ابي ان ستريس بوست تروماتيك اللي غادي يغلي اثار كثيره وهادو هنا يمكن لي نقول لك بان هذه الا كان واحد اثر نفسيا كثير في هذه المرحله ديال الكونفينمون ومع العمل البدني اللي كيدير يمكن هذا العامل يقدر ياثر عليه انه يكون هو اكثر عرضه انه ياخذ له بليسيو نعم يعني مني عاوتاني كيف جبت واحد العامل ديال الحراره ديال الحراره كيكون عندها تاثير كثير كبير لان لو كور تيدخل في سكون في واحد الفينومين ديال الثيرموريغولاسيون يعني تيحاول يحافظ على الحراره لا تمبيراتور سنترال كونستانت ديال الجسم اللي هي 37 درجه الا ارتفعت درجه الحراره سي نورمال هذه القدره الالهيه لو كور اللي رياجي ثيرموليز يعني ديك الحراره الزائده تيحاول تخلص منها لو كور باش يحافظ على نسبه الحراره ديالو وما تكونش عنده سكانوبين كواغولاسيون يكون عنده تاثير مي التاثير ديالها هو بان هاد الفينومون ديال لا ثيرموليز يعني باش نحافظ على درجه الحراره في الجسم تيدخل في توت ان سيستيم وهذاك الا خدينا مثلا غير على سبيل المثال غير هو لوم ليتر ايميل رياجي بار سيداسيون يعني تعرق هذاك التعرق هو باش يحارب
هذه المساله ديال درجه الحراره. اذا هذا التعرق راه بحال تنقولوا اونتربرون اون بيرت دي انرجي اللي بغات تمشي لك مثلا اللي تحتاجها انت بالجانب البدني وهذا تمشي لك غير باش تحافظ على حراره الجسم ديالك، وبالتالي تتولي لا بيرفورمانس ديالك تتنقص. اذا تذكرتي كنا جبنا ديك القضيه ديال 30 دقيقه اللي كنا ذكرنا عليها سي حميد امين، دخل في هذا الفينومين هذا، تدخل عاوتاني في نوتخ فينوس كانوبينين ديريكت كارديو فاسكولير باش الجسم ديالك تبقى يحافظ على ديك الطاقه ديالو اللي غادي يحتاجها في لا بيرفورمانس فيزيك. مي هذيك لا دير ما يمكنليش نفوتوا واحد 30 مينوت. اذا الحراره هو عامل صعيب دابا غادي يكون، سمح لي كنبقى عامل صعيب عامل مؤثر. كيفاش كتشوف القراءه ديال القضيه اللي دار دابا ديال الماتش تقريبا كل يوم او ثلاث ايام، يعني هذا هو اللي كاين، ثم واش المهمه عند الرجاء غتكون صعيبه لانه غيبدا باربعه الماتشات قبل ما يدخل لا سيزون من 26 ل 13 اللي غتبدا فيها لا سيزون، ومن تما كذلك عنده نفس الايقاع تقريبا، واش تشوف بانه يقدر بداك ليفيكتيف اللي عنده من غير اشراك لاعبين اللي ما عمرهم لعبوا يكمل بهذه النوعيه ديال المباريات في الحر، في بعض المباريات في ظروف صعبه، في بعض المباريات عشب اصطناعي، حراره مفرطه، و ديك الريكوبيراسيون ما كايناش، يعني ولو يومين لعب نهار الثالث راه نفس الشيء تقريبا. لا لين أنا نقدر نجاوبك على سي امين، هو تحليل ذاتي بصفه عامه، اما باش دو لا مو برونونسي سيغ اون ايكيب مثلا كيلكونك، يعني الرجاء واش غتقدر ولا ما تقدرش، انا ما نعرفش باسكو جي با لو جروب اونتر لي مان، فهمتيني سي؟ دونك الناس ما عرفش الامكانيات ديال المجموعه ما تعرفش. فوالا شي باسي باغ لا، الحمد لله توجور الرجاء في دي تخي بون جوار كي صاف شو جيريو. غير هي كيف قلتي الوضعيه، هما من لو 25 ابخي 4 سيمين ايل فون انشيني سوغ واحد 2 3 ماتش باغ سيمين. داكور؟ دونك سو سوغ ان بو ديفيسيل. سوغ ان بو ديفيسيل، إلا قلنا العكس غادي نكونو تنكذبو على راسنا وتنغلطو الناس. هي مرحلة صعيبة. نعم. مي تنظن أن لو ستاف تكنيكي ميديكال يعني إيزون سون كونسيون، عندهم كونسيونس بهاد واعيين بهاد المسألة هادي، وغادي يحاولوا يدبروا هاد المرحلة اكسيبسيونيل، لأن بقى المشكل اللي عند الرجاء واللي خلق مثلا المشكل هو اللي ماتش روطار. نسوا حظهم أنهم عندهم واحد 4 ولا 5 ماتش روطار جوي. نعم. باش تكون لا ميزا جور من بعد. كان دوطخ زيكيب نو، مثلا تلقى دوطخ كلوب اللي يمكن غير يلعب البرومي ماتش مع الرجاء، مي أبخي عنده 2 سيمين ولا 3 سيمين باش يلعب الماتش الثاني ديالو. دورتور كلوب لا، اللي غادي يلعب أبارتيغ دو 22 جينو، دونك عنده سيفيزامون دو طون pour se préparer. هنا فين كاين الفرق، كيف قلتي هاد العوامل ديال الحراره لي ديبلاسمون، وملي تدخل عاوتاني لا كومبيتيسيون تدخل عامل اخر اللي هو لو ريزولتا وكيفاش تتعامل معاه. مي جو بونس انا لي جوار ديال الرجاء اللي كيدير الرجاء عندنا دي جوار اغيري افيرتي كي سون باسي باغ لا فورم، زعما بزاف مرات دازو بهاد ليكسبيريونس، دونك سي تا دو سافوار جيري هاد لا سيتوياسيون هادي. نعم، ولكن واش تشوف بان الخص الاطقم التقنيه كامله تستعين من اللعابه اللي عندهم في ليسبوار باش يكون عنده باش يدور الفرقه، لان صعيب تلعب ب 24 ولا 25 لاعب اللي عندك في الظروف هذه اللي غتكون دابا، خاصه بريمير ديفيزيون في كل يومين ولا ثلاث ايام. لا حتى بالظروف العاديه سي امين، كيف قلتي عندك 24 25 جوار، وتا الا جيتي حسبتي في العام كامل تلقى واحد درتي ب 18 20 لاعب اللي كانوا ديما. نعم هذه اللي تلقاها في الايام العاديه. دابا لو سول ماشي لافونتاج اللي كاين، يعني واحد الامتياز اللي كاين شويه، هو يمكن تنظن عندك الحق في 5 شونجمون، 5 شونجمون يعني لا موتي ديال ليكيب انت هذا عامل يقدر واحد الفاكتور هذا الناس تستعمله. ولكن الفرق اللي عندها اهداف السيابي عالي انك دوزتي البونتوش راه تيولي خايف يجلس اللعاب ديالو المزيان، لان الا جلسوا ودارت عليه الكره راك عارف الجمهور عندنا ماشي جمهور ديسبان يقول علاش خرجتي له، هو عارف اللعاب بدنيا كيفاش داير. خلينا نهضروا واقعيا، دابا واحد عنده حداد ولا عنده متولي وصل الدقيقه 60 70 هو ماركي خصو يجيري، لان عنده ماتش مورا يومين راه خصو يخرجوا يريحوا شويه، لان اللعاب عليه لا امبرسيون الا دخلوا دارت ما دارتش الكره ولا هذه، راك عارف الجمهور ديالنا كيفاش داير. الان هل الاطقم خصها تكون واعيه بدرجه الخطوره اللي لعابه هلكوهم بقوه الماتشات؟
وما عندكش ما عندكش اشنو الحل دابا سي محمد امين؟ يلا انا سيبوزون انا وياك مثلا في واحد الطاقم تقني ديال الفرقه واني توبليجي دو جوي تخوا ماتش باغ سومين، اشنو غنديروا؟ ما غنلعبوش خصنا ولا نلعبوا الدراري، خصنا نلعبوا كل شيء، خص كل شيء يلعب. هي غادي تلعب كل شيء مثلا، راح قلتي دابا سي حميد امين راه تلعب مثلا على بزاف الواجهات، واي وجهه تتلعب على الا فيها مباريات حارقه اللي تخصك اللاعب اللي تيكون واجد في ديك اللحظه ومستعد انه يلعب خصو يكون. يعني تبقى تقلب كيف تنقولوا حنا كاع اللي تكتب عندك انت مزيان، مي كاين لو بليزون فورم بلي هدف بزاف، وين تيجير سي تا ريسك ماشي سي ريسك سي اون جيستيون فير ديال الجروب ديالك. كيف قلتي دابا يمكن لي انا دار واحد عندي واحد اللاعب وعارف راسي دون دو تخوا جوغ ولا كارجو غادي 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 يلعب، انا مثلا رابح مثلا مثلا هدف لي صفر ولا هذا، الا خرجتو دارت عليا تنقولوا كيف تنقولوا في لغتك دارت عليا الكره، غادي مثلا البيبليك ما يعجبوش الحال، مي سي تان شوافير. وتقدر مثلا تكون عاوتاني خاسر بواحد الصفر، خرجتي داك اللاعب اللي عندك متميز دخلتي واحد اخر وليتي رابح، هذه كره، هذه الكره سي تان جيستيون. انا سندوي بدنيا، هل بالنسبه لك لازم الفرق تلعب اكثر من 30 لاعب في هذه المرحله هذه، خاصة الحالة الدراجة اللي عندها 4 ماتشات زايدين على البقية؟ لا انا متفق معك من الناحية البدنية اللي عندك الافكتيف ودير تورنوفر مزيان ممكن له الا يساعدك. انا متفق معك دور كيف تنقول دور الافكتيف ديالك، لان عندك بليزيوغ ماتش جوي تيجو سيغ بليزيوغ فرون، راه جو بونس كو راه كاع لي ستاف تكنيك اون سون كونسيون بهاد المسألة هادي. الا عندي انا الافكتيف وعندي لي زيليمون اللي غادي ندور بهم في الافكتيف كامل كان احسن. نعم انا متفق معك، هاد الطرح هذا متفق معك، وما كان ما تنظرش انا شي تكنيسيان غادي يختلف معك كنظن ما يختلفش معايا في الهضره، ولكن في التيران يقدر ما يقدرش على الجمهور. انا تنعرف مزيان خاصه فريق الدار البيضاء هذا عندهم دي جوار ساكريتي، الى خرجوا لي المدرب ولا ما لعبوش لي واحد الماتش راه مدربين مشاو حيت ما دخلوش لعابه، وهذا واقع راه كاين فين هذا عشناه، واخا ما كيتعلنش هو السبب الرسمي، هذا واقع هذا واقع هذا واقع هذا واقع. انا كنهضر واقع ابري هما لاكويزين انترن ديالهم شغالهم هذوك دوك شغالهم. اسمح لي لا قطعتك، هذا واقع وكاين ماشي ما كاينش حكم الجزائر كتعيش هذه المساله هذه، سي نورمال تيكون ميم دابا في الموند اونتي تيكون هادشي شوشو ديال الجمهور ديال هذا ما يمكنلكش، وانما على حسب لونترينور، على حسب لونترينور الهم الواحد ديالو هو الانتيري دي كلوب. نعم انت النصيحه ديالك في هذه الحراره المرتفعه وهذا المباراه، النصيحه ديالك يعني العلميه، واش خص تقريبا يعني واش خص مثلا اللاعب شحال يقدر يلعب اون كادونس ديال الماتشات المتتاليه في هذه الوتيره واخا ما يتصابش؟ الا بغيتي تحافظ عليه وما تعييش، ما ترهقوش نفسيا، وما ما توعدش ليه العظام ديالو ويوقع عليه شي مشكل في نهايه الموسم. بالنسبه لي انا جو ماروكان بلا فورماسيون اللي دار بلي جيان دو في اللي عنده، هو تنقولوا حنا واحد يعني انسان مهلي في راسه، وهذا يبو جيري واحد دوماج باغ سومين دو ماتش. يعني اريزون مثلا تلعب السبت وتلعب مثلا الخميس ولا فهمتيني، يكون واحد ديكالاج ديال هذا بك المهم دي ريكوبيراسيون، تنقول لك انا لعاب مالي فراسو عندي بون هيجين دو في، يعني لا بريباراسيون انفيزيبل هي اللي غتلعب عليها بزاف، هي اللي غتلعب عليها بزاف. سينو خاصك دير اشاك فوا دير تيستاج، يعني تجمع الجروب وتمشي لشي بلاصه، بحال تنقولوا حنا في لونغاج كونسونطراسيون تي با با فير كونسونطراسيون توت تايم. نعم، ومن غير اللعاب خرج شي من الكونفيلم وكان في الدار غتبقى كل مره تدخلوا كل مره تدخلوا، راه فوالا راه ديجا يعني هادشي غيوقع لهم دابا، مورا غيلعبوا كل يومين كل ثلاث ايام تقريبا، راه كل يومين لان خصهم يسافروا، راه ديجا غادي تعييهم مورالمون ديجا بعدا مورالمون. راه دابا السي حميد امين هذه وضعيه استثنائية على كل شيء، راه انا تنجم بارفو جو مي على بلاص مثلا ديال الريسبونسابل مثلا اللي كاين مثلا في لا بروغراماسيون، ولا بارفو جو مي على بلاص ديال ان ميدسان كي غولو مينيستير دلا سونتي، بارفو جو مي على بلاص ديال مثلا ان سيرفيس دوردر كي غيدير، راه انت خص واحد حيت راه ساهل السي حميد امن جي انا وياك نقول لا مرحله صعبه وخص يكون وما خصش هذا، فهمتيني اش بغيت نقول؟ دابا تناقش مي خصني باش ناخذ نعطي واحد ليدي وناخذ الاراء، جو مي على بلاص دي جون، انا نكون مثلا في بلاصه هذا المدرب ولا هذا البريباراتور فيزيك اللي شاد هذا الجروب وعنده هذا وهذا وهذا، كومون جو في رياجير انا، ولا كومون جو في اجير بارابور ا سيتياسيون دو جو مو تروف.
مي انا كاع انا تنعتبر انا شخصيا هذا لا يلزمني الا تعتبر تيب من راسي من الناس المحظوظين اللي ما طحش في هذه الوضعيه. مي جو بلان الله يحسن العوان لي كوليك اللي موجودين في هذه الوضعيه هذه، لان راه ماشي سهله، راه اكسيبسيوني في لو موند اونتي. ما نقولش ما نحملوش عاوتاني البريباراتور فيزيك فوق الطاقه ديالو، يقدر غدا ولا مثلا البرومي ماتش يتوعد لك لعاب ما غاديش تشوف تلقاك يعني اللي ماسكو عليه لي سبوت البريباراتور فيزيك ما دارش خدمته ولا ما عنده ما يدير. انا ديجا لي جوار كلي يدير هاد الفراطين باش نسميهم اليوم. انا باش نهني الناس اللي كيسمعوني دابا باش نمشي مباشره كل مباشر. الا ضربنا على فريق الدار البيضاء لان نعتبر كانوا الحسنيه اقل ما توعدتوش لهم لعابه بزاف، ولو حسنيه لعبت توعدت لهم 9 لعابه في اسبوعين جراء السفاريات وهذو يلا بداو يرجعوا اللعابه. ولكن يبقى لهم البركاوي وبقاو لهم دي جوار كلي. انما مثلا الرجاء وداد شحال من جوار كلي عندهم يعني لعاب مفتاح. الرجاء الحافظي حنا عارفين شكون السيتياسيون ديالو كيفاش دايره، كنعرفوا بالحالي ما بقى ما غيكونش هاد السنه ومتولي، راه انسان راجع من عمليه زائده وراه تا هو راه كان وقعت له امبليسيور وصعيب بقى تلعبوا كل شويه. عطوني شحال من لعاب مفتاح في الرجاء كلي حيدو مالونغو اللي باقي وضعيه ديالو غير معروفه. في الوداد اسماعيل احداد وليد الكرتي اللي كل شيء يجمع بانه انسان مرهق بدنيا قوه المباريات اللي لعب، واش ارتاح في هذه الفتره الله اعلم. انا ما عنديش الخبره العلميه باش نعرفك. عطيني جوار كلي اللاعب المفتاح عند الوداد والنهيرك عارفين القصه ديالو كندوي بالارقام تدوش بشي حاجه اخرى. هذو لي جوار كلي واش بهكا كتقدر انسان تبقى يعني تلعب تعطي 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 في المباراه في هذا الايقاع؟ اظن بان المدربين عندهم خدمه كبيره السي عبد العالي تقوم لي معاهم خلال الفتره هذه المقبله. اكيد اكيد السي حميد امين. دابا حنا انا ولا انت ولا متابعين الكرام دابا تنهضروا على دابا اللي غيعطينا التدقيق كيف قلتي هذا اللاعب مرهق كيفاش واش كان عندهم بروجرام ديالو هو سبيسيفيك انديفيديريزي في هذه الفتره اللي تخلي انه تريحوا يمكن رب ضاره نافعه. يمكن هذا الكونفينمون غادي تساعد هذوك الناس اللي كانوا لعبوا بزاف وكانوا مرهقين بزاف اللي كانوا بلاسي يمكن غادي يرجعوا للتيران لو بلي رابيدمون بوسيبل. يمكن راه هذا الكونفينمون راه نفعات بعض الحالات ويمكن اثرت على بعض الحالات. انا مثلا نقدر نهضر لك عليه. الا كنت في وضعيه مثلا افي كان جوور دابا نقدر نجزم لك نقول لك فوالا سكي تي في فوالا هذا راه يمكن ريحنا يمكن درنا. دونك الناس اللي يشتغلوا مع هاد الوليدات هادو هما غادي يكونوا اكثر دقه مني انا. فهمتيني سي حميد؟ مي اون كرو يعني في صفة عامة هاد المعطيات اللي قلتي كاملين، جبتي الحرارة عامل مؤثر، نوعية أرضية الملعب عامل مؤثر، مونك دو كومبيتيسيون عامل مؤثر، الديكالاج يعني اونتر لي ماتش كان فيها دو جور ماكسيموم تخوا جور غتلعب لو تخوازيام جور غادي يكون عامل مؤثر لأن غادي يكون اونشينمون دي ماتش. وكاين فريق اللي عارفين اللي غادي يبدا في هاد الحاله هذه هو فريق الرجاء لانه عنده 5 ماتش روتار و سي ان بو ديفيسيل دونشيني لي ماتش دومبلي ابري واحد 3 موا فوغ 3 موا دمي دو مونك دو كومبيتيسيون. اي السي عبد العالي كنشكرك كثير على كل التوضيحات. حنا فقط كنحاولوا ماشي نجاوبوا مباشره، كنديروا اطراح وناخذوا الناس للاختصاص ونشوفوا المرحله المقبله اشنو غادي تعطي بطبيعه الحال. تحياتي السي عبد العالي. شكرا سي حميد امين. نتمنى حظ سعيد لجميع الفرق الوطنيه واللي تيلعبوا على الواجهات الافريقيه، ونتمنى ان الكؤوس الافريقيه تبقى عندنا في المغرب ان شاء الله. وحظ سعيد وكيف تنقول لك سي توجور ان بليزير نكون معك مع قامه اعلاميه بحال سي حميد امين. شكرا سي حميد امين. شكرا لك تحياتي سي يوسف. راك غلط بزاف في التساؤلات ديالي، لاحظت مزيان اش كنقول. بالعكس انا باغي نجمو دراجة ما يوركش على اللعابه دراجة وما يوركش على جمال سلامي، وماشي حيت جمال سلامي واحد الماتش ما دخلش متولي والحافظي بزوج واللي كنسمع بانه ما باغيش يبدا بهم هو الماتشات الاولى هذوك الماتشات المؤجله الاولى تيشوف بغا يمشي بلي دوغري ويقدر له الحق في ذلك انه يخليهم في البونتو تيشوف ويشوف السير ديال المباراه عنده الحق لانه محتاج اللعابه ديالو. راه ان جوور كلي لاعب تيعطيك الحل راه خصك تحافظ عليه ما عندك ما دير خصك تحافظ عليه. لعب ما لعبش الحافظي في 3 سنين لعب 26 ماتش او اقل، واش غيرجع يلعب بهاد لاكادونس؟ متولي طاح عليه الدرك واحد الوقيته راه شفنا ان لو ميناجي خصو يرتاح. هذا كنتناقش ما عجبتكش هضرتي ما عندي ما انا كنتسائل. راه دويت على الوداد وقلت راه الحداد تا هو كيتصاب بزاف تا هو ما تيديرش واحد الايقاع مسلسل للمباريات وما عندوش ناس تهزو في لاطاك.
راه شفنا بان الوداد ما عندناش مثلا مهاجم قار، ملي جا بداو بداك كازادي، جا هاد غاريدو ما باش له كاع كازادي ما بغاش يشوف فيه، لا هو لا كباكبو لا حتى واحد، حيدهم ورجع الحسوني اون بوينت، والحسوني ما بقاش عنده الايقاع باش يلعب اون بوينت، كنشوفوا بانه تقل كثير في الايقاع ديالو، نهار تبارك ما عندهمش هاد المشاكل البدنيه، ولكن هما ما عندهمش اون بوينت ولو عندهم لي ديبلاسمون، انما باين بان اللعابه ديالهم واش المنطقه هي اللي كتساعدهم بان لي جين دو في يكون مزيان والمجموعه مزيانه تخلي بان اللعابه الحمد لله ما تيتصابوش. الحسنيه تصابوا ليها بزاف اللعابه يلاه بدا يرجعوا، وهنا هضرنا على المنطقه، يمكن كيخلي اللعابه يقدر لي جين دو في تبقى بالليل سهران اكسترا، الله اعلم. انا اتساءل، انا هنا للتساؤل ولست هنا لنقاش المشاعر والعاطفه، انا اتساءل واحترم عاطفتك والمشاعر ديالك. استقبلوا المكالمات، الرقم الواتساب راه تشوفوا اللي هو 0666 27 83، والرقم بطبيعه الحال اللي هو 0666 28 80، اعطوني الاراء ديالكم بطبيعه الحال، مهمه جدا الاراء ديالكم، لا في هذه العوده، لا في هذا القضيه الاحتقان اللي كاين للجمهور، لا في اي راي ديالكم، اهلا وسهلا به ومرحبا به، كنرحبوا بالاراء ديال الجميع. تعرفوا بان الجمهور بزاف الى با دان لي بوتونسيل جو ما كان اون موفيز جين دو في، وي هذا واقع معروفه هذه المساله، هذه مساله ما تنطلق لعابه شهيرين تنطلقهم تلقاهم تياكلوا الشاورما بالليل تياكلوا هذا راه بزاف واحد التسميه ملي قلت لك قبيله كلي طرحوا واحد التسميه ديال واحد لو جون كنت كنتلاقى معاه في واحد المحل عندنا في بيان زهران كياكل في الشاورما وفي داك هذا ولي بات بلي صوص وداك الشيء تياكلها بالليل بالليل مع وقيته متاخره الوحده جوج هذا كنلقاه تما تياكلها واش صحيه هذه المساله الله اعلم. ناخذ مكالمه. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اخي تفضل. الو السلام عليكم. مرحبا، كنسمعك مزيان يا اخي، انت ما تسمعنيش. الو الو كنسمعك. تفضل تفضل الا كتسمعني تفضل، اسم ديالك؟ وي كنسمعك. تفضل اسم ديالك. الاسم ديالي حمزه من ولايه كاليفورنيا بال تفضل تفضل سي حمزه من الولايات المتحده، تفضل خويا حمزه. عندك مشكله في التغطية سي حمزة، تتمنى تعاود تصل بنا. شكرا، ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. مرحبا يعني. أخي اسم ديالك؟ محمد من الدار البيضاء. تفضل سي محمد. أخي خويا محمد، أنا بغيت نناقش معك غير الموضوع ديال عدم إجراء فريق الرجاء البيضاوي المقابلة ديالو ضد الدفاع الحسين الجليلي. مرحبا. الناس بزاف عيبوا علاش ديك الرسالة صيفطتها العصبة للجامعة. نعم واش واش كاين شي واحد، انا هاد الناس اللي عيبوا ولا واش كاين شي واحد كيقول بان العصبه عندها من غير ذاك القرار شي قرار؟ لا العصبه باين القرار ديالها، القرار من هو هذاك الرجاء ما جاتش، الرجاء عصات البرمجه وما جاتش. لا وشي ناس كيقول لك لا العصبه طرف، علاش ما خصهاش تبقى نيوتر ما خصهاش تدخل؟ لا 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 كاين واحد كاين واحد المثال. لا الرجاوي كيقول هاد الهضره، دابا العصبة طرف. دابا الرجاوي ديال ما كنصنفش انا في النقاش، انت ما لا اصنف، انا تطلقش انا وياك في القانون، القانون هذيك الرساله بين اللجنه واللجنه كيفاش خرجت هنا فين نناقشوا؟ اللجنه عندها حق تراسل اللجنه اخرى، علاش بالضبط؟ دابا واش كتعتقد انت يا اخي دابا محمد كنناقشوا بين القضاة اللي كاينين في اللجنه التاديبيه هيأثر عليهم شي واحد في العصبة؟ لا 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 لا، وانا نعطيك مثال، انا اسمح لي سي محمد امين نعطيك مثال بسيط طاري غير موضوع اللي ما كملتش فيه الماتش ديال الوداد والترجي. ياك الكونفدرال الافريقيه راه مشات دارت محامي. نعم. ياك راه دارت محامي على قبل القرار ديالها في الطاس ودافعت على ذاك القرار. حيت قالت لك الوداد ما لعب هما بالنسبه لهم الوداد انسحبات. كيقول حنا انسحبنا الوداد عندهم كيقولوا هضره اخرى. رانا بان لي نفس الاشكال تما العصبه، حتى العصبه راه ملي غادي يمشيو للطاس راه العصبه كتبين هذاك الشيء اللي غدير. دابا المشكل اللي واقع بان جمهور الرجاء، وانا كنتفهم عاطفيا، جمهور الرجاء تيشوف باللي رئيس العصبه ورئيس الوداد بالنسبه له راه القضيه مقصوده، هذا راه كنت انت العكس، قضيه معكوسه تقبيه كنتي غتفهمها بنفس الطريقه. دابا فهم دابا فهمني، دابا كندوك انا الوضع العاطفي الاعتباري، دابا بالنسبه لهم رئيس العصبه ورئيس الوداد هذه راه مساله. هو مول هذاك القرار، هو مول هذاك القرار. لا ماشي مول القرار، والله ثق بيا كنت انت في نفس الوضعيه وكان رئيس العصبه ورئيس الرجاء وقعت نفس الحاله، ثق بيا كنت غتقول نفس القضيه.
وغتمشي ويمكن يقدر يكون عندك حق. علاش؟ في التصور تقول ديال رئيس الوداد ما غيبغيش يربح، ما يبغيش يكون مزيان. هذه مساله ما تناقشهاش انا، علاش ما تناقشهاش؟ لان اتفهم الطريقه باش كيفهموا الموضوع، اتفهمه. انما قانونيا واداريا نقولوا علاش لجنه راسلت لجنه؟ لا، شغالهم هذوك. واخا الناصر خرج في اذاعه وقال لهم اودي انا هذاك الماتش لا البرمجه ديالو لا كاع داك الشيء انا ما عنديش بيع دخل، ما تدخلش، قال لهم فيه بصفه نهائيه. وجا السيد اللي كان معك نعم هذا الاسبوع هذا ديال البرمجه سيم القشور، القشور وبراسو قالك ما عندوش دخل. ودابا شوف دابا اخي محمد باش نتفقوا انا وياك دابا، حيت غنعاود نقولها، راه لو كان رئيس الدرجه رئيس العصبه لو كان سمعوا نفس الشيء من عند الوداديين. ثق بيا اخويا محمد، هذا وضع طبيعي جدا، ما اتقبله، عندي فيه راي ولكن اتقبله لانه وضع طبيعي. هاد الناس ديما هما ما كندافعش على اخويا على النصير، اسمعني مزيان اش كنقول، اسمع مزيان، راه عكس لي القضيه. قلت له بدي انا اتقبل راي الرجاوي في هذه المساله هذه، ولكن انا كنناقش قضيه من الناحيه القانونيه. راه الا بقيتي كتشخص القضيه ما عمرك تلقى لها حل، ما عمرك تلقى لها حل. دابا القضيه اشكال قانوني، هذوك اللجنه التاديبيه اللي عندهم القضيه ما يعرفوا لا رجاء ولا وداد ولا مكناس ولا طنجه، هذوك تيعرفوا دابا القانون. علاش تاخروا باش يعطيونا القرار؟ هذا هو التساؤل. تنخليكم تفرجوا في ريال مدريد، تنحييكم، تنبغي لكم نهايه اسبوع موفقه. تابعونا على الصفحه ديالنا اوريزون اخبار الرياضه، وعلى الموقع ديالنا www.siteinforiada.ma. تحيه خاصه سي خالد فرحان كان معنا وراء الكاميرا، الى اللقاء.